قشرتي. الهالات السوداء حوالين عينيا مش لاقيه لها حل. مشكله الهالات السوداء يا دكتور حنان، الاسمرار حوالين العين اسبابه كتير، اما عامل وراثي ارهاق انيميا او وجود تجويف حوالين العين اللي بيزود انعكاس الضوء وده اللي بيدي اللون الغامق. عشان كده المنطقه دي محتاجه كريمات عنايه خاصه اللي بنسميها اي كونتور كريم، ولو عايزه نتيجه سريعه ممكن نعمل حقن موضعي بماده الهيالورونيك اسيد. ما تقلقيش مفيش مشكله ملهاش حل. برعايه اوتيرمالافان اكسبيرتس ان سنسيتيف سكين.